أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحليل بي الوحدة الثالثة، الغلاف الأرضي الجيوسفير. ونواصل في هذا المقطع شرح محتويات هذه الوحدة، مكافحة الانجراف الطبيعي أو طرق مكافحة الانجراف الطبيعي هنا في هذا المقطع. وعرفنا من قبل أن الانجراف أحد الملوثات الطبيعية بالنسبة للتربة، هنالك تصحر، وعرفنا كيف نكافحه وعرفناه كذلك. وهنا الانجراف وعرفناه في السابق أنه خلل في التركيب الطبيعي للتربة، ويحصل عن طريق تفتيت الصخور. والانجراف يحصل عن طريقين، إما عن طريق الرياح أو عن طريق الماء، ويترك أثرين على التربة، منها التعرية والتآكل. إذن عندما نفكر في مكافحة الانجراف، نفكر في الطرق التي تسبب الانجراف والآثار التي تتركها على التربة، هذه الخواص من خواص الانجراف. الزراعة المطرية، وذلك باستخدام الحراسة الكنتورية، أو أحد طرق مكافحة الانجراف هو نمرة واحد، الزراعة المطرية وذلك باستخدام الحراسة الكنتورية في المنحدرات الخفيفة، وإنشاء المدرجات الزراعية لزراعة الأشجار المثمرة. إذن هنا نفكر في إيش؟ المدرجات، في المدرجات. وأيضا اتباع دورة زراعية مناسبة عن طريق إدخال زراعة البقوليات كذلك. نمرة اثنين، الطريقة الثانية لمكافحة الانجراف الطبيعي، الزراعة المروية، اتباع الوسائل الصحيحة في الري واستخدام مياه غير مالحة، وكذلك القيام بالري عند انخفاض درجة الحرارة حتى تتمكن التربة من التشبع بالمياه والاستفادة منها. وهنا نفكر في الري. الري متى؟ عند انخفاض درجة الحرارة، وذلك لكي لا يتبخر الماء وتستفيد التربة من الماء الاستفادة القصوى. الطريقة الثالثة لمكافحة الانجراف، المراعي الطبيعية، إنشاء محميات طبيعية وتحسين المراعي، وذلك بتشجيرها بشجيرات علفية، وكذلك زيادة توفير المياه بإنشاء السدود على مجاري الأودية. وهنا أيضا عندنا السدود، نفكر في إيش؟ السدود، نفكر في السدود، وهي أيضا من الطرق المتضمنة في مسألة المراعي الطبيعية. نمرة أربعة، الطريقة الرابعة لمكافحة الانجراف الطبيعي، إيقاف زحف الرمال، وذلك باستخدام الوسائل الميكانيكية والتثبيت والزراعة. فوجدنا، شرحنا الطريقة الميكانيكية وكيف نقل التربة وحفر الخنادق وتثبيتها، وذلك برش مواد كيميائية أو زراعة مصدات لوقف زحف الصحراء أو الرمال. الطريقة الخامسة لمكافحة الانجراف الطبيعي، وهي الحفاظ على الموارد الطبيعية وإنشاء هيئات حكومية وإصدار تشريعات بتحسين استغلال هذه الموارد. ومن الموارد نفكر في المياه، كيف نستغلها بشكل جيد. أيضا عندنا الغابات، وأيضا عندنا الموارد، عندنا المراعي، وعندنا الأراضي الزراعية. فالمياه والغابات والمراعي والأراضي الزراعية، هذه من الموارد الطبيعية التي يجب أن نحافظ عليها بإنشاء هيئات حكومية وإصدار تشريعات بتحسين استغلالها.